بسم الله الرحمن الرحيم. المسلم له في كل شيء عبرة، وله في كل ما ينظر إليه من خلق الله فكرة. ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: المؤمن كيس فطن، أي أنه يفطن لما حوله وينظر إلى ما حوله ويأخذ مما حوله دروسا وعبرا يستلهم بها طريقا مستقيما تستقيم به حياته في دينه ودنياه وآخرته. ولذلك ضرب الله عز وجل لنا مثلا في حشرة صغيرة لربما يطأها الإنسان وهو ماشي دون أن يشعر، لكن جعل الله جل وعلا منها درس وعبرة ليعطينا رب العزة والجلال إشارة إلى أن هذه المخلوقات الصغيرة الحقيرة ربما تعطينا دروس يحتاج الإنسان حتى يعرفها ويستلهمها إلى عمر مديد. هي قصة النملة، يقول رب العزة والجلال: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة، نملة قالت حينما رأت جمع الجيش العظيم العرمرم الذي جاء ليسير ويطوف على وادي النمل، شعرت هذه النملة بالخطورة. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النملة أدركت مسؤوليتها الاجتماعية تجاه مجتمع النمل، عرفت وأدركت الخطر المقبل على مجتمع النمل، فحذرت وأنذرت وبالغت في تحذيرها حتى تحمل الناس على الخوف والابتعاد عن مكان الخطر. ماذا قالت النملة؟ وانظر، يرعاك الله، أن الله عز وجل حينما ذكر وقال قالت نملة جعلها نكرة، ما ذكر منصبها ولا ذكر إيش مسؤوليتها الوظيفية، وإنما ذكرها بمسؤوليتها الاجتماعية التي تحتم على كل فرد من أفراد النمل إذا أدرك خطرا يداهم مجتمعه أن يبين، أن يحذر، أن يأخذ دور المنقذ، لا ينتظر أن يوكل إليه عمل تجاه مجتمع ضميره يبعث به على أن يسلك سلوكا يحقق لمجتمعه ما ينفع ويدفع عن مجتمعه ما يضر. هذه هي المسؤولية الاجتماعية. ماذا قالت النملة؟ ادخلوا مساكنكم، والسكن هو محل استقرار، محل القرار، أي لا تخرج إلى هنا وهناك من الطرقات لأنها خطرة. ادخلوا مساكنكم طلبا للسلامة، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وأعذرت إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، لم تقل يحطمكم سليمان وجنوده ليقتلوكم أو ليفعلوا بكم أو ليبطشوا بكم، قالت وهم لا يشعرون. ولذلك قد يقع الأذى من أفراد المجتمع لبعضهم البعض من غير شعور، ما يقصد أن يؤذي، لكن لأنه يخالف التعليمات، لأنه يخالف التوجيهات التي تبعده عن الخطر، يقع منه الضرر من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. معاشر الأحبة، الإسلام جاء ليربي في المسلم روح المسؤولية، لا أن يكون إنسانا لا يعي
الأمر الذي ينبغي عليه أن يقوم به، يعرف أنه مسؤول أمام الله قبل أن يكون مسؤول أمام مجتمعه، وقبل أن يكون مسؤولا أمام مسؤوله في وظيفته. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في حدود أسرته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، وهكذا كل من يوكل إليه عمل فهو في إطار مسؤوليته ومسؤول عن رعيته. فالإسلام جاء لينمي روح المسؤولية، لا العبثية، لا للعنترية. لابد أن تعي مسؤوليتك وتقوم بالواجب الذي يتحتم عليك من غير أمر. وأخطر ما قد يصيب المسؤولية الاجتماعية بالضرر هو نشر الشائعات ونشر الكذب، هذا أخطر ما يكون على المسؤولية الاجتماعية. المسؤولية الاجتماعية هي إيش؟ هي الجهاز المناعي حق المجتمع، هي التي تدرك الخطر، هي التي تدفع الخطر، هي التي تعرف حجم الخطر فتنهض للحيلولة دون وقوع الأضرار، وتنهض لتكون سدا منيعا أمام كل شر يقع على هذا المجتمع أو على أحد أفراد المجتمع. الشائعات معاشر الأحبة، نشر الكذب. في القديم كانت الأخبار حدود المداولة فيها بسيطة، اليوم نحن في ظل انتشار وسائل التواصل صارت الأخبار بضغطة زر، تقعد تجلس في بيتك وتضغط على زر الهاتف وتنشر خبرا أنت لم تتثبت منه. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لابد أن يكون عندنا تبين، سواء كانت معلومة دينية، كانت معلومة طبية، كانت معلومة اجتماعية، أيا كان ميدانها هذه المعلومة أو ذاك الخبر، لابد أن يتفحص منه، لابد أن نتفحص من هذا الخبر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. أحيانا يكون الخبر أصله كذب، وأحيانا يكون الخبر هو صدق لكن توصيفه كذب، فيه تهويل زائد عن الحد. التوصيف ماله كذب، مبالغ فيه، يؤدي إلى أغراض تضر ولا تنفع. ولو كان صدقا وتتحتم المصلحة عدم نشره، أيضا يكون في نشره ضرر. كم من الأمور قد تكون صدق في ذاتها لكن المسؤولية تحتم عليك ألا تبث، ألا تنشر، حتى لا توقع ضرر بالمجتمع، حتى لا تفوت مصالح على المجتمع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. إيش معنى الفجور؟ الفجور هو الانفلات في السلوك الإنساني، ينفلت سلوك الإنسان، ينفلت فينشر الكذب، بل لا تجده يعيش إلا في بيئة مريضة مملوءة بالكذب، ويحب الكذب، سواء إرسالا أي يبث الكذب أو استقبالا، تكاد أذنه لا تستمرئ ولا تستلطف إلى الكذب، ولسانه لم يتعود إلا على نشر الكذب. يهيئ، يخلق بيئة مريضة في المجتمع تقتات على الكذب، تبيع وتشتري في الكذب، هذا يسمى الفجور. والفجور له أبعاد خطيرة معاشر الأحبة، الفجور له أبعاد خطيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الفاجر، يعني إذا مات، يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. يعني ضرره ليس على بلاده فقط، ولا على مجتمعه، ولا على أفراد أسرته، بل يتعدى حتى إلى الشجر والدواب. تستريح منه، تستريح من شره ومن ضره
ومن انفلاته الذي لا ينضبط أخلاقيا ولا دينيا ولا اجتماعيا ولا وطنيا. وبالتالي أهيب بنفسي وإياكم معاشر الأحبة أن نكون سدا منيعا أمام الشائعات، حتى لا نربك العمل الرسمي، حتى لا نخل بالتوجيهات الرسمية، ونكون عونا للمسؤولين في بلادنا انطلاقا من قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، حتى نتجاوز الأزمات، حتى نتجاوز هذا الابتلاء، حتى نتجاوز هذا الوباء. لنحرص معاشر الأحبة على أن نوحد مصدر التوجيه. ولذلك قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. طيب ما المطلوب يا رب؟ قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي وحدوا مصدر التلقي والتوجيه، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم، استشعر عظيم فضل الله أن تكون لك مصدر توجيه واحد يقيك من الشائعات، يقيك من الضلالات، يقيك من هذه وذاك، احمد الله، هذا فضل عظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أسأل الله جل وعلا أن يعافينا في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والغلاء عن بلدنا هذا خاصة، وعن جميع بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.